تمام. فزي ما قلنا ممكن في الدي لايت نستخدم ادوات كتيره جدا زي ما هتشوفوها في الفيديو. ممكن نستخدم ريفلكتور، شاين بورد، نستخدم الواح الفل. غالبا بنصور في الظل ونتجنب الشمس بشكل كبير، لان احنا لو استخدمنا الشمس ككي لايت قدام الشخص اللي احنا بنصوره هتخلق شادوز رهيبه جدا، والشخص مش هيعرف ان هو يفتح عينيه. كمان لو استخدمناها از باك لايت هتبقى الخلفيه اوفر اكسبوزد ومنوره جدا، ووش الشخص هيبقى دم، فهنضطر ان احنا نستخدم اضاءه علشان ننوره. فانسب حاجه ان احنا نصور في الظل، او لو هنصور في الشمس هنستخدم الشاين بورد معانا، ونقدر نستخدم معاها ريفلكتور او والواح الفل. وفي الظل نقدر ان احنا نستخدم كمان الريفلكتور علشان يعكس ضوء الشمس على وش الشخص، فبالتالي هنستخدم ضوء الشمس اللي جاي من الريفلكتور ككي لايت على وش الشخص، ونقدر نستخدم معاه وايت بورد يعمل فيلينج. لو معناش الادوات دي خالص مضطرين ان احنا نصور ومفيش ظل ومضطرين نصور في الشمس، مثلا اخبار وضروري نصور في اللوكيشن ده والدنيا كلها شمس، يبقى هنا ان احنا لازم نراعي ان الشمس هتبقى في الباك جراوند واحنا بنصور، والعدسه بتاعت الكاميرا موجهه للشخص نفسه اي ليفل، ابدا ما تبقاش العدسه في مواجهه الشمس علشان هتعمل لايت فلير والكاميرا مش هتشوف حاجه، او الاضاءه مش تبقى باينه اصلا الصوره كلها خالص. فدايما نخلي الشمس، لو مضطرين نصور في الشمس ومعناش اي ادوات، نخليها كباك لايت، ونحاول ان احنا لو الشخص مش منور كفايه ان احنا ننوره بكشاف معانا، لو معانا كشاف دي لايت، لو معناش كشاف دي لايت نحط جيلاتينه زرقاء على الكشاف الاصفر اللي معانا. وطبعا الان دي فلترز في الاوت دور لازم نستخدم الان دي فلترز زي ما قلنا قبل كده، لانها بتقلل الضوء وبتعمل ويل ديفينيشن كمان للاشخاص والاشياء اللي بنصورها. ده كده الاوت دور لايتنج. يا ريت تتفرجوا على الفيديو، فيه تفاصيل بالديتيلز المختلفه، مفيد جدا. نتفرج على فيديو الثري بوينت لايتنج، نتفرج على فيديو الاوت دور لايتنج. لو عندكم اي اسئله، لو عندكم اي كومنتس عليه، تقدروا تكتبوها لي في الكومنتس وانا هجاوبكم عليها على طول ان شاء الله. احنا كده يعتبر ان احنا خلصنا الجزء الإضاءة، أشكال الإضاءة وأنواع الإضاءة وظروف الإضاءة المختلفة. فلو أي حد من حضراتكم عنده أي سؤال يقدر يسأله لي دلوقتي. أي شباب؟ مفيش أسئلة؟ أسئلة. حد عنده أسئلة؟ خلاص هتبعت في الشات. حبيبي بتقول كله تمام، كلكم تمام كده، كلنا فهمنا. تمام، مارينا بتقول تمام. تمام، خلاص تمام. ان شاء الله هقول لكم الابديتس على الجروب، التوبكس بتاعت الابحاث هحطها لكم برضو على الجروب ونتناقش فيها، هنعرف هنعملها ازاي باذن الله. وربنا يسهل. ولو عندكم اي استفسار او اي تساؤل تقدروا برضو تكتبوه على الجروب في اي وقت. وكل سنه وانتم طيبين، و ألقاكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.